المصري القديم بأنه يسجل الألقاب الملكية على قواعد وعلى التماثيل زي اللي موجودة قدامنا هنا. في عندنا هنا لقب نسوت بيتي اللي هو لقب التتويج، وعندنا لقب الصارا اللي هو لقب الميلاد. هلاقي كمان كلمة سيد أو نب موجودة هنا على شكل الطبق، وبيتقال كمان إن كلمة نبينا جاية من أصل اللغة المصرية القديمة يعني سيدنا. نب سيد الأرضين، أرض الشمال وأرض الجنوب. نب سيد الإشراقات، متكررة عندنا هنا شكل الشمس وعليها الأشعة 1 2 3. في أسلوب تاني كان بيستخدمه المصري القديم علشان يذكر الجمع، كان بيكتب الرمز ويحط تحتيها 3 خطوط زي اللي موجود هنا، نب اللي هي سيد اللي على شكل طبق، وتحتيها كلمة إشراقات أهي على شكل شمس وفوقيها الأشعة، تحتيها 3 خطوط يعني يقصد بها الجمع. فهنا المصري القديم استخدم لقب سيد الإشراقات وسيد الأرضين. وكان المصري القديم بيتمنى للملك إنه اسمه يفضل واضح زي الشمس،